معنا عبر الهاتف مشاهدينا من برشلونة السيدة لطيفة حساني، عضو الحزب الديمقراطي الكتالوني الحاكم. السيدة لطيفة، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا إلى أين تسير الأوضاع بين مدريد وكتالونيا في ظل هذه التطورات؟ أهلا وسهلا. كما ترون فنحن نعيش الآن على إيقاع واقعين مختلفين تماما وشرعيتين مختلفين تماما. يعني شرعية كتالانيا تستمد مصداقيتها من البرلمان الكتالاني الذي أعلن البارحة عن الاستقلال وعن اعتبار كتالونيا يعني كدولة مستقلة، وكذلك شرعية مدريد التي تستمد مصداقيتها من الدستور الإسباني. فكل إجراءات التي اتخذتها مدريد تحت مظلة الفصل 155 تبقى الآن مجرد يعني حبر على ورق. كيف يمكن تفعيل هذه الإجراءات؟ فالحزب الشعبي حلمه يعني منذ زمان تربع على حكومة كاتالونيا، وما لم يحققه يعني عن طريق صناديق الاقتراع يريد الآن تحقيقه بالقوة، وهذا ما لن يقبله المواطنون الكتالان أن يعني يخضعوا لوصاية الحزب الشعبي هنا بكاتالونيا، وهو ما دعا إليه رئيس كاتالونيا مساء اليوم، حيث دعا إلى معارضة ديمقراطية، معارضة سلمية. سيكون هناك عصيان مدني طبعا، وعدم الامتثال لهذه السلطة الغير المنتخبة من طرف الكتالان. فإذا كان قد تحدث يعني رئيس كاتالونيا اليوم، فهذا في حد ذاته هو يعني تحدي وعدم امتثال وعدم قبول للإجراءات وتدابير مدريد القاسية. سيدة لطيفة، أنتم في الحزب الحاكم، ماذا ستفعلون على إجراءات مدريد؟ والله الآن المرحلة تتطلب التريث يعني وضبط النفس. فمن السابق لأوانها الحديث عن اعترافات الدولية، فطبعا من المنطقي أن لا تعترف يعني الدول يعني سريعا. فهذه يعني أشياء ومكتسبات تأتي تدريجيا، وكتالونيا تتفهم ذلك. فإذا كل ما تعول عليه كتالونيا هو قناعة هذه الرغبة الشعبية، قناعة المواطنين الكتالان بشرعية وعدالة مطالبهم. وعليهم الآن الدفاع والصمود، ويعني الدفاع عن هذا المكتسب الذي وصلوا إليه بعد يعني مطالب دامت سنين طويلة، لأن هذا ليس وليد اللحظة. فحكومة كاتالونيا لم تستفق يعني البارحة وأعلنت عن الاستقلال. سيدة لطيفة، اسمحي لي، ذكرتي حضرتك ستتخذ الدفاع وسيلة، هل ستؤول الأمور إذن إلى مواجهات مثلا يمكن تفسيرها؟ لا والله لا. فمسلسل هذا الاستقلال بدأ منذ 2010 تقريبا، ومنذ ذلك الحين إلى البارحة خرج الملايين في تظاهرات عبر شوارع كاتالونيا بسلمية تامة وبديمقراطية وبحضارية. فإذا كان هذا المسلسل اتسم بشيء فهو يتسم بالسلمية، وهو ما يدعو إليه يعني ما دعا إليه الرئيس، وما تدعو إليه الأحزاب، وما يدعو إليه يعني المجتمع المدني وبعض جمعيات المجتمع المدني. طيب، السلمية وعدم المواجهة. في ظل كل هذه المعطيات سيدة لطيفة، إلى أين تسير الأزمة الآن في إسبانيا؟ طبعا إسبانيا تفعيل هذا الفصل من الدستور هي السابقة، فهي الآن تتعامل يعني بحذر شديد وعدم التورط يعني في غلطة مثل ما حدث يوم فاتح أكتوبر خلال الاستفتاء، حيث تدخلت قوات الأمن بقوة مما يعني استدعى شجب للمنتظم الدولي لمثل هذه التصرفات. فإذا هي الآن تريد تغليب يعني قوة المنطقة على منطقة القوة، وهذا ما نتمنى. فهم راهن البارحة الرئيس الإسباني راهن على انتخابات سابقة لأوانها يوم 21 ديسمبر،
لكنها تبقى انتخابات. إذا لاحظنا هناك نقطة ضعف، يعني نقطة ضعف في هذا الإجراء القوي، لأنه إذا دل على شيء فإنما يدل على أن مدريد التي كانت تلوح منذ أسبوع على نعم. أنها ستسيطر على المنطقة لمدة 6 أشهر هي الآن تدعو لانتخابات يعني مبكرة، وهذا يدل على أنها لن تستطيع ولن تتمكن من التحكم والسيطرة على التراب الكتالوني، سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الإدارية، وهذا شكرا، في حد ذاته يعني انتصار لكتالونيا. شكرا جزيلا لك علي هذه المشاركة. هذه المشاركة حدثتنا عبر الهاتف من برشلونة السيدة لطيفة حساني، عضو الحزب الديمقراطي الكتالوني الحاكم.